مي بنت محمد آل خليفة هي وزيرة سابقة والرئيس السابق لهيئة البحرين للثقافة والآثار من عام 2015 إلى عام 2022. تعتبر الشيخة مي بنت محمد آل خليفة شخصية نشطة في المشهد الثقافي والفني العربي، حيث تعمل في مجال الثقافة والفنون والتنمية المستدامة. تم تصنيفها ضمن النساء الخمسين الأكثر تأثيرا في العالم العربي من قبل مجلة فوربس عام 2005، وانطلاقا من إيمانها بقوة الثقافة ودورها في دفع عجلة التنمية المستدامة، قادت جهود تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق فقد وجدت أن الرؤية الواضحة والراسخة تحولت إلى واقع عندما أطلقت مبادرة الاستثمار في الثقافة عام 2006. هذه المبادرة غير المسبوقة في الشرق الأوسط، فقد ساهمت في بناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتمكنت حتى الآن من تأمين أكثر من 150 مليون دولار أمريكي على هيئة مشاريع لدعم قطاع السياحة الثقافية. ففي عام 2019 فازت البحرين بجائزة الآغا خان للعمارة عن مشروع إحياء منطقة المحرق. إن العلاقة ما بين الثقافة والسياحة والتنمية المستدامة تبدو دائما جلية في عمل الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وهو ما دفع منظمة السياحة العالمية إلى تعيينها سفيرا خاصا للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية عام 2017. تمكنت هيئة البحرين للثقافة والآثار تحت قيادتها من الارتقاء بشكل كبير بجهود الحفاظ والصون وتأسيس المواقع التي تروج للسياحة التراثية، وثلاثة من هذه المواقع مسجلة الآن على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وآخر مشروع لها يركز على قطاع الحرف والصناعات التقليدية من أجل تعزيز الاقتصاد الإبداعي المحلي بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. حصلت مي آل خليفة على جائزة ووتش أوارد من الصندوق العالمي للآثار وجائزة كولبير للإبداع والتراث، كما حصلت على جائزة المرأة العربية في مجال الإدارة من مركز دراسات المرأة في باريس عام 2004، وجائزة الآغا خان للعمارة عام 2019، كما حصلت على جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي للدورة 16 مؤسسة السلطان بن علي آل عويس الإمارات العربية المتحدة 2019، كما حصلت على منصب سفير خاص للسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية من قبل منظمة السياحة العالمية عام 2017، ووسام جوقة الشرف في الفنون والأدب من الحكومة الفرنسية عام 2016، ووسام النجم الإيطالي من قبل مكتب رئيس الجمهورية الإيطالية عام 2014، وجائزة كولبير للإبداع والتراث الوسام العلوي للشخصية العالمية في مجال الثقافة من خلال مرسوم ملكي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب عام 2010، ووسام جوقة الشرف برتبة فارس من الجمهورية الفرنسية، ووسام البحرين من الدرجة الأولى من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في عام 2008، وجائزة الكفاءة الإدارية والتميز من الجامعة العربية. من مؤلفات مي آل خليفة عبد الله بن أحمد محارب لم يهدأ المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2002، تشارلز بالغريف السيرة والمذكرات المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2000، 100 عام من التعليم النظامي في البحرين السنوات الأولى للتأسيس المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 1999، القرامطة من فكرة إلى دولة المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 1999، محمد بن خليفة الأسطورة والتاريخ الموازي دار الغد للنشر عام 1996، مع شيخ الأدباء في البحرين إبراهيم بن محمد الخليفة رياض الرئيس للنشر عام 1993. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.